السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكم وشكر خاص لكم كاملين. اليوم غادي نعاود لكم على قبل ما نعاود لكم على واحد القصة اللي هي ديالي أنا. بغيت نقول لكم بأن راه ماشي جن في الحكايات ديالي، راه ما تنقصدش غير الدراري، راه بوحديتهم هما اللي تيكون تيتشدوا هما اللي كنهضر عليهم. لا، راه كاينين الدراري 50%، ولكن راه حتى البنات حتى هما راه واحد 40% حتى هما كاينين في السجون. عرف حال في حال كلشي تيغلط، سواء نتوا سواء ذكر. قبل ما نبدا لكم القصه، بغيتكم خوتي كاملين والله ما كرهتكمش تدخلوا عند واحد السيده هوايا نتوما تشوفوا فيه، دخلوا دعموه والله تيستاهل. حتى هو عنده ما يتقال، لدرجه اني شي مرات كنسمعو شي يقول شي قصص نقول له السي عبد الرحيم غادي تمشي الحبس، راه كتقول شي حاجه اللي ماشي شان ليه. مابقاش تقول شي حوايج اللي هما راه كاينين، ولكن راه يقدروا اللي ماشي نقولهم الشأنة يقدروا يدوا بك للسجن. علاش؟ حيت قلتي لهم صرحتي بيهم. بزاف ديال الناس راه ما تيقولوهمش. السيد اللي كنلقاه شي هضر شي يقول لي كاين هو اللي بغى يدخل يتفرج فيه ويشجعو ويشيرك. هو واحد السيدة أم، ها هي تاهي القناة ديالها، نتوما حرين والله. نتمنى من الناس تدخل تدعمهم في هاد العواشر هادي، ولله في سبيل الله اللي بغى يدير شي أجر. ها هما نتحدى أي واحد دات لي الاشهار في القناه ديالي ومشحات لي القناه ديالو وصف وخديت من عنده شي حاجه من غير كلمه الله يرحم الوالدين. كاين اللي قلب كاع وجهو، فهمتوني؟ ما عليناش اخوتي، ها هما الناس اللي دار شي حاجه يديرها مع ربي سبحانه وتعالى. واي واحد عنده قناه في المحتوى وفي حاجه للمساعده يتصل بيا، مرحبا نحطو ليه القناه ديالو حتى هويا. وديك الساعه تيبقى الراي ديال الناس. شي اي واحد روح يدير لك بلادم اشهار تكون عنده مليون مشترك، انا ما ارتحتش لك الناس وحسيت بك انك كتهضر من قلبك وبصح باغي تكفيك واحد الغيره وباغي توصل واحد الميساج لولاد الناس اللي انت ما تتكذبش وما تتباهاش، انا ما غاديش تشارك عندك. غتقدر تدخل تفرج وما تشاركش، داكشي على حساب قلب ديالك انت. وكون اكيد انا ماشي كلشي شي بغينا، راه ضروري ما كنلقاو شي يبغيك وشي شي كرهك. راه الدنيا هادي على قوة الله اكبر اخوتي. غادي نضطر انني نحبس، راكم عارفين من وراء كلمة الله غادي نكملوا التسجيل. الله اكبر، كلمه الله اكبر كبيره اخوتي. اليوم غادي نبدا لكم واحد القصه هذه اللي هي ديالي وكان العبره، فهمتي؟ والله العبره، انا تنقول لكم العبره. علاش؟ كتلقى اخوتي واحد الناس اللي والديهم دراوش، اللي كان في حالي والله يرحم والدي في هذا النهار هذا ويرحم جميع ام سيدنا محمد، اللي هما جهدهم محدود. تلقاهم مثلا حنا رانا ناس دراوش، كتلقاهم في بيت هو ومو وباه واختو وخوه عايشين في بيت واحد، وكتلقاه هو خارج للطريق، يا اما تيسرق يا اما تيبيع المخدرات يا اما تيدير شي حاجه اللي هي خارجه للقانون. علاش؟ راه ماشي باش ياكل، لا، ولا باش يصرف على دارهم، لا. انا واحد من دوك الناس اللي كنا تنسرقو، ولكن كنا كنسرقو اخوتي بواحد الطريقه، ماشي كنا نوقفو على بنادم بحال اللي كتشوف دابا طربو بجنويه وتدير ليه وهادي، لا. حنا كنا تنتفرجوا في التلفازه حتى شفنا واحد اللعيبه في كاميرا خفيه اللي هي شنو هي الكوار، تي طوموبيله واقفه بحال هكا في ستوب، تيجي واحد من هنا والاخر من ليه، المهم واحد تيهضر معاه من هنا والاخر تي يدي التليفون من ليه. حنا شفنا غير في كاميرا خفيه، انا ما تنصحش بنادم يديرها، الا دارتيها راه غتوقع لك موقع لنا حنا. الاولى حلوه والثانيه حلوه والثالثه حاره ومالحه، فهمتي؟ انا شنديرو هاد الشيء هذا، لدرجه ان شي وحدين شندير لهم التليفون تيقول راه طاح ليا. المهم هو انك ما تضربو ما حتى شي حاجه، راه كاين واحد الفرق كبير ما بين انك باغي تسرق دير ليه رزقو وكتضربو، عليك تي غتاخد 6 شهور غتاخد 5 سنين. و حتى داك السيد راه ما غيسمحش لك، يبقى حاقد عليك. علاش؟ حيت ضربتيه، ما يبقاش في حيت سرقتيه، لا، حيت ضربتيه. هادي الناس اللي تضرب جاهله، الجاهليه باقا في هاد الوقت هادي كدير هاد الشيء هذا سل 20 30. انا كنقول لكم ديما مع الحق، راه ماشي كنشجع الناس على لا حق راه في الحال مساكن خاصهم وهادي وهادي، لا. لينا ولا علينا راه علينا. حنا كنا شنديروا هاد الطريقه هادي شنسرقوا، علاش؟ راه ماشي باش ناكلوا، قلت لكم لا، انا وداك الدراري صحابي باش نمشيو. كان بيلال شاب بيلال كان خرج على نص ديال المغرب باش نمشيو نتفرجوا فيه في سان جيرمان، باش نمشيو لشي ماكينه. دخل نتايا، دخل بألف درهم 1500 درهم، ما
باش تفرج فيه لداخل ماشي برا. لقيتي برا راه غتجلس تاخد داش موناضة ب 30 درهم، ولا قرعة ديال الريد بول ب 90 درهم، فهمتي؟ هادشي برا على باش تدخل خصك تخلص. وحنا تخيل انت راه كاري غير بيش ما داركم ب 16000 ريال، وخاصك تدخل تخلص 1200 درهم باش تتفرج. هذيك تمشي بسالة، هذيك تسمى غير بسالة، وبطبيعة الحال ربي ما تيسترش لك في الحرام، تلقى راسك في السجن من بعد ما كنتي جالس في طبلة حد قرعة دايرة 3000 درهم، وانت راه واحد الشخص اللي شنقول لك طفلة زايدة فيك، ولكن عقل ديال الصغر تيكون بنادم باش غادي باش ضايع. شي شنقول لك تبقى تاخد من واحد اخرين، تجي تعاند انت داك الطريق اللي غادي فيها، ما كتلقاش اللي ينصحك ولا يجي يقول لك خويا راه شنو كاين شنو كاين شنو كاين. لك تشوف واحد السيد واحد اخر جالس داك الطبله، ولا لابس واحد اللبسه، ولا داير هادي، كتنسى بان راه مسهل عليهم الله، مكتاب ليه عيش هكاك امو با عندهم، فهمتيني؟ العكس ديالك انت كتنوض كتدير شي حوايج اللي هما هادشي اللي نعاود لكم عليه باش توفر لك داكشي، داك الحوايج ولا داك الخوا الخاوي باش تقرقب وباش تحشش. حنا واحد النهار من النهارات ديال الله بطبيعة الحال تنسرقو، كنت كنسرق ماشي ما كنتش كنسرق، تنشوفو واحد الدري اللي شد واحد البنت في واحد الزنقة صحة، وماشي غير اكتفى انه باش يسرقها، لا حيد لها التليفون، ولكن بغي تكون عارفين ويتعدى عليها يمارس معاها. بطبيعة الحال هنا خرج فينا في ديك اللحظه، حنا راه تندورو في ديك الشارع غير على اساس باش نديرو بحال هكا الطوموبيلات ونسرقو، تخرجنا فيه هو مالك بعد من البنت هادي 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 ما خرجاتش طريفه اخوتي. كتعرفو شحال من واحد طاق دري تمشي للحبس، ديك النفس الزايده والله العظيم اش بغيت دير فيها كاين، وكتبقى بق بق في الاخر داك الدري راه غيب، داتو لا بيلانس داتو لا بيلانس من بعد ما تضرب واحد الضرب ديال شنو لكم خايب بزاف. هي البنت شنو دارت؟ شتا الطاكسي مشات في حالاتها، من طاح في الارض الدري هزات ليه التليفون ومشات، ما عقلاتش عنا حتى الله يرحم الوالدين ما قالتهاش لنا. كون مات الدري كون مشينا مشينا ما كل باقي دابا مشدودين، علاش؟ حيت كنا حنا 5 ديال الدراري وهو كان بوحدو. درنا داكشي هادشي اللي عاودت ليكم، تدوز واحد 20 يوم ما كاملاش، المهم انا نحاول غير نقدر ليكم. هذاك الدري تيشدوه من بعد ما حنا قلنا ضربناه، كان تضرب في رجلو ما بقاش يقدر يجري، عاه مستديمه تيعرج برجلو، تضرب واحد الدري كان ضربو حتى لوجهو، المهم ضرب واحد الضرب اخوتي اللي خايب، وبقى هو شفار معروف و ما، ولكن العكس ديال الدري الاخرين. هذا كان تيمشي حدا البنكه تبان له شي واحد خارج بفلوس ينتفهم ليه، كان تيمشي بلايص بزتي دير اي لعبه ديال الشفار غادي اللي بانت لي غيديها، العكس ديال داك الشفار اللي كتلقى عارف انت هذا اختصاصي غير في السيكان، كنعرفو هاد الشيء هذا راه شفار، ولكن راه متيشفرش كلشي، تيشفر غير لبانت له شي واحد البنات مورين السيكان، شنو واحد تيشفر غير التليفونات، العكس ديال واحد داك الشفار اللي يقدر تيسرق في الزنقه شويه تلقى يطلع لك للدار بيت الناس اي لعبه تيديرها. كلشي منين تعلمو من الحبس هو هاد السيد هذا شكون غادي كراطة اي لعبه شي ديها مع غير حاصد كل شيء. شد داو البوليس مشاو دارهم خوتو شي 4 ديال خوتو عنده دراري، مشاو جايين من عنده من الكوميسارية خوتي، وجاي انا بطبيعة شي نقول لك راسي نعم شي لقاه شي لقاه، راه انا غادي راه ماشي سرقت وشدني شي واحد قال لهم هذا سارق وداوني الحبس، لا انا جاي اخوتي غادي في الطريق لابس مزيان، وهذاك بخير شافر دبر على راسي، فهمتيني؟ دنو ديال داك السيد اللي شفرنا في الصباح ولا البارح ولا غالي، باش نقول لكم السيد نعم شي لقاه شي لقاه، خرج غير في داك 4 ديال خوت داك الدري شدوني عطش باش نهضر معاكم بحق الله ما عارفين شنو، وهاني الله يسامح راه دابا باش نخرج في داك الدري وتخرجوا فيا خوتو وهادي، وداك الشيء عادي عقل الصغر حتى حنا ضربنا خوهم، وبطبيعه الحال خوك راه غتجيك الغيره عليه وغتضربو، ما كاينش داك الحقد ولا قلب بيض والله العظيم الله يسامح من المنبر هذا، فهمتوني؟ الله يسامح لهم كاع اللي اذانا، الله يسامح عليه، الله يسمح لنا حنا من دوك الناس اللي اذينا اخوتي، راه ما كاينش شي واحد ما تيخطاش، وما كاينش شي واحد اللي صافي قلبه من اخطاء، وهذه ماشي اخطاء هي كنتشجعك سير ديرو هاني راه غايب، لا شتوني
عطاش نقول لكم شي لا شيني في ذاك اللحظه والله ما تعرفني اربعه النيف تغط عيني بجوج نفخوهم ليا باش كملوها الا هما مريقلين عارفين راسهم لا تلقوني يعني يمكن لي ديك الساعه انا نرفع دعوه راه غنصيفطهم ولكن هما لا شتوني داك اللحظه بعد ما تجوقوا الناس وهادي وهادي مالو مالو قال لهم شفار شفار لنا شي تليفون شفار عرفتي الناس مجال تسمع شفار واش اللي ديزي كمل عليك باق الدو الدو هذا غلط تيديرو بنادم مالو شفار انت ما عارف والو فتجي كتبقى عليه تش 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 انا كان وقع لي هذا القالب هذا من تتوقع الشقله وتتعمر الشانطي غيتحبس الشانطي وحنا في المغرب من تتحبس الشانطي بالزربه تيبان لك ستافيت ولا راف دايزا ولا امن الوطني جاي مالكم شنو كاين شفار طبيعة الحال تا هما سمعو شفار بطاو تيتجالاو دا 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 شدوني هبطوني طلعوني تيدخلوني كندخل كنلقى خونا خوهم والله العظيم لا قدامه في كوميسارية قال لي مالك قلت له راه خوك خوتكم اللي دابزت معاهم هو بقى فيه الحال قلت له خوتكم اللي دابزت معاهم ورديري لي انا سرقت ليهم وهادي ما يدخلو خوتو كوميسارية مال هذا نقول لهم هذا راه شفار شنو شفار ليكم قالوا شفار كان تيشفر مع خونا خوهم تيقول لهم انا راه ماشي شفار وما تنشفرش وما يدخلوني علاش مشيت للحبس جابوني في الاخر مي ما لقاو ما ديت حتى شي واحد شي حاجه تقاديش مع خوهم مشيت معاه مينوط واحد غادي هناك مشدودين هو هنا وانا العين السرقه مشاركه في السرقه 8 شهور ديال السجن 8 شهور ديال السجن هكا ماشي ما دارش راه كنت كندير ولكن في ديك اللحظه راه ما دايرش عاد كدوز عند الوكيل انت من فوق وعارف هو الشفار من تيحصل ودير لك راه القي القبض عليه متلبسا راه كلشي اللي جا شي يضرب وادي حيت يسولك مالو مالو راه حصل في الزنقه سارق وراه شدوه الناس وراه ضربوه وادي صافي راه مكاينش ان حنا نمشيو نجيبو داك الدوار كامل الجيسان كله لا حتى الرئيس ساوي عاوتاني تيعاود يشوفك في ديك الحاله يعني المظهر ديالك تيبين بانك انت راك بصح شفار داكشي اللي دايرين لك راه هو اللي كاين وبصح داكشي اللي داروه هما هو اللي وقع هو اللي غادي يكون ماشي هو اللي كاين مشيت عطاوني 8 شهور ديال السجن دخلت للسجن اخوتي الحبس هاد الدخله راكم عارفين انت داخل ماشي زوين لابس معنتك باش غادي يصيفطوك البيت اللي على حساب المظهر ديالك كنتي بخير خير وزوين نصيفطوك لشي بيوت وزوين كنتي داير ها غنصيفطوك البيت ديال صحاب ها كنتي داير كيف ما داير نتا كنتي موسخ نصيفطوك البيت ديال الموسخين كنتي حباس وكذا وعارفهم راك تتفاهم معاهم انا راه من دابزت مع خونا مع خوتنا ماشي مع خونا من شدوني دوك تناقشوا فيا راه بطبيعه الحال ماشي الحوايج تقطعوا واش غادي مقطعه من هنا هذه مجره من هنا وعيب دوك الحاله شاف فيا الموظف دار فيها سير الواحد ديالاش ديال العزيمة دابا الناس اللي عارفة الواحد ديال العزيمة وعارفة هادشي اللي كنهضر عليه ديال السجن هذا اللي غادي تحس العكس ديال الناس اللي غير تتسمع تتفرج ولكن شي حاجة اللي كتكون عايشة غتيفهموها بزاف ديال الناس غتيخليو ليا تعاليق ديالهم تحياتي ليهم تا همايا صيفطونا اخوتي لواحد البيت بويا عمار هداك الواحد في وسط السجن دخلت انا غادي نعاود لكم كل شيء لي وصلت لشي واحد للبلاصه هذه دخلت لذاك البيش بطبيعه الحال بالليل اي واحد تيتفيك شك تفيك شي بالليل دخلت جلست ما عندك لا كاشا لا يديك لا يخليك من فوق واخا انت شوف راه انت كنتي جالس كلو بي اس مير تتفرج في بلال وجات تشتش عليه فلوس جيت علق عليه عطيه 200 درهم نقول في خاطر كدا وهادي شوفي كنتي عايش حط طبله قرعه ب 3000 درهم شوفي انت وصل داك الشيء انا لقيت راسي في واحد البيت مع الدخله خوتي واحد المساجن شنو دايرين الباب كاين الباب الاول هو البلاندي والباب الثاني فيه الكريات شي يديروا خيط لداك البلاندي والباب ديال الكريات هو اللي تيكون مسدود البلاندي الا جاك البرد عاد كتسدو كاينين شي بيوتة داك البلاندي محيد ما كاينش بكثر ما تيبقاو يزدحوه تيطير من البلاصه هو داك الحي اسمع ليا هما دايرين خيط
ما دخلتش بحال هكا ويقول لي واحد خينا زيد 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 اخويا حيد من هنا بالزربه، ما زيدش حيد من حدا الباب. مع اي واحد يلاه تيدخل اول حاجه شي دار تيبقى واقف حدا الباب تيشوف تفكر تشوف اللي هو راك تهزعين باش يبان لك حتى شي لعبه، تبان لك النجوم ديال ربي سبحانه وتعالى. ويقول لي واحد خينا حيد حيد اخويا من حيد، بقاش دايرين واحد الكورده وانا الحيد من تما دايرين كورده حاطين حدا رجلينا، انا ما شفتش واحد طريف ديال المطيشه ولا الجلوف ديال المطيشه حاطينهم تما كاينه شنو باش مدوزين حبسهم. داك البيت اللي داوني ليه ما فيهش التلفازه، ما فيه لا يديك لا يخليك والو. البيوت الاخرين راه فيهم تي في دي في سي دي ديسك مان، فيه بزاف ديال الحوايج فيهم شنو نقول لك والحشيش وكل شيء، ولكن انا على حساب المظهر ديالي فنصيفطوني داك الليله. سمعوا ليا شي يديروا محطين ورا الباب ديك مطيشه والطوبات تما في الحبس في الكور، طبعا الحال هي ساحه دايره بحال هكا ولكن راه فيها بيوشه، بيت كيشوف في بيت فيها 12 بيت هكا، كاين خمسه تيشوفوا في خمسه وجوج خمسه تيشوفوا في خمسه وجوج بيوشه لهاد الجهه مع الدخله ديال الباب. طوبه مسكينه كتشم ريحه مطيشه وريحه ديك الزيت كتشم جايه. اين فوا تدخل لجيت الكريه تيجرهم البلاندي بخير، كتعرك الطوبه ديالي انت في الباب كارطونه وكتعرك شوف باش مدوزين حبسهم. سمعوا اخوتي الحبس شنو فيه، تينقز واحد تيشد الطوبه من هنا من القفاده ديالها، شوف مسجون ترى تشد الطوبه تهرب هو تيشدها هكاك، تيشدو سلك تيشدو سلك و تيربطو عليها هنايا، تيشدو لها السلك هنايا ياك ولا في عنقها ما تيقجوهاش، تيشدو بونجا تيشعلو فيها العافية و تيبقاو تيشويوها حية، ماشي تيقتلوها تيطيرو من داك الجلد كتبان لك طوبة طير من الجلد، لدرجة أنها شي مرة لا عاودات جات دخلات تيقول لها لا سيدي انتي في حالاتك تيخرجوها. فهمتوني كيفاش تيديرو هاكا مدوزين حبسهم. طوبة لي شدا شدو ثلاثة جوج كيشدوهم تيحيدو منهم داك الزغب كامل تيشويوهم بالعافية و تيطلقوهم، بقات حية هي هاديك ميتما تيلوحو تيضحكو فرحانين. وانا جالس نقول ويلي انا لي امي مع مسكيتي ليا شنو هاد الشيء هذا، نمشي نستوعب واخا انت تبغي تقول لهم انا راه كنت ولا انا كذا ولا انا كذا ما تيقوك، تشوف ديرو فيك شي بنت بان لهم انت احمق شي متشرد جابوك من جهه القامره من فوق داير ما غير تيقك حتى شي واحد. ما عندي اخوتي لا كارو ولا يديك اللي يخليك فيا الجوع فيا الجوع. قلت لواحد خينا خويا شي كارو غادي نجيو الدار عارفين شي ديال الحبس نكمي معاك ولا شي كارو ولا هادي شنو شي كميو هذاك البيت تكميو اتاي كارو ما عندهمش شي كميو اتاي والله الا شي كميو اتاي شخي ما اتاي اللي كطيبو نتوما تيشدو هو تيديرو في كاغيط وتيشعلو تيبان لك عرفتي شنو قد الكوميرا ولا قد البري قداش واحد ديك الجوانات ديالهم هما وداك السبيط الحمصاد بيت ديال بويا عمر ديال الحمار خشاوني معاهم شي كمي ودوك العبارق ما فهمت حتى شي حاجه. انا واحد الساعه بالي واحد السيد تيفتخ، انا ودك بالي واحد السيد تيفتخ والله ما كذب عليكم، وقلت هو هذا تيكمي الحشيش يكون بعقلو نمشي نجلس غادي نتكيف معاه وهادي ونهضر معاه بعد هذا غادي نشرح ليه يفهمك غادي تفهمو. مشيت جلست حدا السلام خويا بخير شنو سميتك فلان، لا حفظك انا سميتي عبد الرحمن هادي علاش جاي اشنو واقع شنو واقع كذا، وشي يفتخ هوايا تيدير بحال هكا تيفتخ شويه وي شعل داك الجوال شعل الجوال بغيت يكمي ما كيكمي ما هوش يكمي خوتي داك الجوال تسمع داك بحال الريحه ديال التشوار فهمتوني بحال كت شي حاجه اللي حرقتيها شي دفر ولا شي زغبه بحال هكاك الريحه ديال شي حاجه كتحرق ولا شي قطن ضرب هو شي شوف كحبت بحال راه بصح حتى داك ضرب هو شي انطيرات هو يدور ليا ونشدو ونكمي نضل معاكم كميش درت النطره الاولى كنسمع داك الطرطق طق طق تي طرطق داك الشيء هادشي بقى انا قال نسمع داك الشيء طرطق من تنطر كتجيني بحال شنو نقول لك الشواء البنه ديال شي لعبه الشواء ولا شي حاجه ونقول له شنو هادشي هذا ويقول لي علاش ما عمرك كميشي. قلت له شنو هو بي سرق الزيت تخيلوا معايا خوتي بنات شنو تيدير داك البيت حماق ربي العالمين سي سرق الزيت اللي تيدور تيشدوه دي ما عمر شي واحد قال لكم تشدو سرق الزيت تحيدوا له رجليه الرجلين ديالو هاد الجوج اللي من هنا ولا ثلاثه ولا اربعه تخليو لي غير داك الفصيله تولي بان لك غادي شي يدير ها دوده شي ولا شي ما عندوش الغرض
الفصيله الدخلانيه لا والجناح ديالو تيشدهم تيفتخوهم وتيكميهم، قال لك تيبوقو حيت هما ما عندهمش الحشيش راه تيقتلو ماشي تيبوقو. لو دخلتي لذاك البيت ادوز من حداك كتشم ريحه الشواج ولا دابا ما ناقصهم حتى خير، وما شي وديش مساكن راه تيكميو في سراق الزيت تيكميو في اتاي حمقون. واش نقول يا ربي طلع غير الصباح، والله ما نكذب عليكم يا ربي طلع غير الصباح. ماشي شي ديك البيوشه بحال اللي كتخيل معايا انت راه في داركم راه تدخل الطوالت غتلقاها نقيه. ماشي انا جيت بغيت ندخل نشرب غير الماء، جيت موسخ مدقدق عيان خصني ندخل ندوش. دخلت للطواليت باغي ندوش اخوتي، كتلقى الطواليت غير سميه الطواليت، الطواليت راه فيها واحد ثلاثه ديال الطواليطات، ولكن ديك البلاصه فين تيجلس بنادم ما كايناش، كاينه حفره غارقه. الا بغيتي تنتحر سير ليها، كاين واحد الحفره اللي غارقه وكيبان لك داكشي بخبخ، ورغم ذلك تيجلس بنادم في الجنب ديال داك الحفره و تيقضي حاجته. تيبانو لك الحوايج مليوحين، انت شكون تبان لك بياسه زويونه مليوحه نقيه يلا جابوها لك داركم واخدينها لك دوري جيم هي هذيك. ولكن ملي تجلس في السجن كاين واحد الحاجه ديال القمل، واحد القمل اخوتي تيكون في الحوايج، تيكون غير في نظر في الجناب ديال الحوايج، وهنا كتبقى تفلي تلقى بنادم جالس تيفلي و تيطرطق في القمل داخل السجن. الا هزات لك غير قمله ديك القمله كتبيض يومين كتولي الجاكيطه كامله قمل، تلقى جالس بحال هكا مع داركم ولا مع الناس في الزي هكا في السجن مشا ديرها شوية شا ديرها شوية كتبقى تخشي لهنا شوية كتبقى دير بحال هكا شوية سروالك بنادم مقمل كلشي عايش هكا. تقدر داك الحوايج قلت لكم تجيهم غير قمله تلوحهم. انا جيت قلت لي واحد شورت وكاتما محطوطين في هذاك السطو ديال الطواليط، قلت بعدا حبس راه فيه بحال شي يقول اي واحد. واش نقول لكم كل شيء يدير حاجته في الجناب، الريحه راه ما تصبرش ليها. قلت بعدا غير ندوش ولبس داك الحويجات مما صبنا الحوايج ديالي الخلانيين ماشي الاخرين، الاخرين راه مقطعين صبنا الحوايج الخلانيين. وغديت حلو السوارت نشوف شي ولد الحومه وهادي، وانا اخوتي دوشت صبنت ديك الحوايج الخلانيه اللي ما تقطعوش الفوقانيين راه تكشت تقطعو مشاو. زيد داك الكيرما لبستها ولبست لتحت داك الشورت اللي لقيت معلق، انا راه ما على باليش تما كاينه شنو نقول لكم خيريه ديال القمل. لبست ما لبست بحال هكا وليت انا بوحدي شنو ندير انا وانا عاد جاي ما فاهم حتى شي حاجه شنقلب شنو هاد الشيء هذا شندير. تيبان لي اخوتي واع سرسوق ديال القمل هاك و تيجري في الحوايج. تخلعت هاد الشيء هذا ما نقول لكم انا ما كاينش شي مسجون تقلبو. دابا حاليا حنا في 2022 وما تلقاش فيه القمل، ماشي القمل في شعرو، القمل في حوايجو. بغيتي تعيش العذاب دابا سير كاين في العرجات واحد والعرجات جوج، كاين في الرماني واحد رماني جوج، ما تبقاش تيفلت واحد تيفلت جوج. ماشي ديك العباد ديال حق حبس جديد، واخا حبس جديد مالهم دايرين لك حدا قيصريه تيدخلوك تلبس حوايج جداد عاد تدخل السجن. راه حبس راه هو الجديد راه غير الحيوطه، ولكن انت راه جاي من داك الحبس جايب معاك الحوايج ديالك واخا ما عرفت شنو. القمل القمل تيبقى تما تيفترس بنادم، حتى واحد الحشرات كاينين في داك البيت. واحد خينا عطاني الخبز قال لي تاكل اخويا، قلت له اه، ويقول لي انت هواك واحد الخبز شي الخبز الا شديتيه معاه كتجيك خبزه في الصباح ياك مع ديك التسعود، ولا كوميره كوميره في الصباح تتاكلها مقرمله راه كتضربها، ولا هشيشه ولا كيما كانت جيبو لك خبزه مع 12 وخبزه مع 4 عجبت الخبزه ديال درهم ما تقدر تضربها غير في كاس ما دير لك حتى شي لعبه. هذيك انت ما عندك فين تحطها، راه فين محطوطه السبرديله خانزه وحوايج موسخين وهادي وين كتنعس انت وكاينه الطوالت كتحط حتى ديك الخبزه فين كاينه الخضره ديالك فين كاينه ماكلاتك فين كاين كلشي وفين كاين القمل وفين كاين تسرق الزيت. وهاد تسرق الزيت انا هذا اللي بغى يحمقني تما، تياكل الخضره تياكل خيزو تياكل مطيشه وتياكل البصله تياكل اي لعبه تسرق الزيت تياكل الخبز راك شاري الخبز كتبان لك الخبزه كامله منقبه واكلها. ولا ما لقى ما ياكل زير شي الميكا ولا شي لعبه الميكا تيقطعها رجلين ديال بنادم ويديك ما تغسلش يدك تيجيب يدك تياكل لك ما بين يدك تلقى بنادم فيه الحبوب هنا بين يديه الجربه
ماله سرق الزيتين كله من بين يدي يا خوتي من رجليه. تخيل معايا انت كاس دير بحالها بحال دير الحنه، وانت شنو يدك كامله مقيحه مجراب مسخ، حتى تيقرب بنادم تخرج. كاين الناس اللي كتخرج فيها لاطراس ديال الجربه وديال داكشي، وباقي هادشي هذا حاليا كاين الناس كيشوفو مساكن دارو فيه داكشي دغيا تيجيبو ليه سكابليون والدواء وهادي وكيحاولو يعتقوه، تيخرج بعدا ما فيه لا حبوب لا والو، ولكن راه عاش داك الحبوب والجربه والقهره داخل السجن في لاكلاس ديالو، تيجيبو له دارو شي لبيسه زويونه ولا هادي وتيضربها بتحميمه وتيحسن ولا في الزنقه ماشي شاف الحبس ولا في الليله ديال لاكلاس ديالو، تشوفو نتا ما تضربش فيه الشمس وجالس غير في البيت، واللي لقاه ياكل والماكله والنعاس تيقول لك دير خرج من فوق، شوف الواع خارج زوين الواع كان باخر في الحبس ما كان ناقصو التاخير، او ما كان خاصبو ما كان مانيش فري ما كان ناقصو التاخير، كان هو هذاك باخر مجمل مجراب مقور الله يعمر هذا. واش يخرج يبي يتصور على عباد الله انا راه كي شنو كنت كدا وياه كنتي اش كنت يا خويا راكم هنا في السجن عشان نعيشو غير القهرة، تخيلوا معانا ليلة وحدة دوزتها تما مع هاد البيت هذا، نديرو حنا راه في الصباح راه غادي يتحلو وغادي نمشي بيت واحد اخر وغادي نعيش حوايج اخرين وهادي، ونلقى مخدرات ونهضر مع دارنا في التليفون، ولكن شو داك الليلة شنو كي دازت عندي، خينا بغا يعطيني الخبز ناكلو شنو لقى داك الخبز فيه موكول، قلتلو مالو قالي راه سرق الزيت وليت ياكلو من تما، قلتلو لا شي تشد اخويا الخبز كان عندك السكر، قال لي ياكلو عطيني شي طوبة السكر، شو اللي ضرب السكر والماء باش تولي تضرب السكر والماء ولا لقيتيهم من بعد ما انك انت هو اللي ديك دراوش الله يعمرها دار عايشين على قد جهدهم، انت باغي طير كتمشي تسرق ولا دير مرارة كتبيع الحشيش ولا كتبيع القرقوبي ولا علاش باش تاخد موطور ولا باش تاخد سبرديلة ولا باش تمشي تاخد تليفون زوين، ولكن في الاخر كتلقى راسك خديتي ميلوط ديال النقرة دارو لك في يدك وصيفطوك، علاش حيت انت ما باغيش تعيش تلبس بس قدك يواتيك، هذه واحد الحاجه خصنا مابقاوش غير نعلمو اخوتي ولادنا انك قرا باش تخدم باش توظف، لا نعلمو وحدهم صغار حتى انه ولدي لبس قدك يواتيك فهمتيني، شحال ما عندك شحال ما تتسوى ولدي، ماشي انت خدام بربعة دريال وهادشي غادي تخسر 10 دراهم بحالنا حنا والدينا في ديك اللحظه وهاديك كريم بيت اللي يمكن لك انت دابا تكريه بواحد يتيم غير باش دير فيه شي حوايج تافهين ولا، المهم الدنيا راه كتوريك فهمتي، انا كنحاول غير بدل ما ياخذ العبره فقط، تلقى الناس والديهم دراوش دراوش قلت لك دراوش والديهم دراوش كاين غير واحد البيت ب 14000 ولا هادي اللي فيه هو وبا ومو كيفيت ليكم، والدري باغي اير ماكس 24 باغي كدا، كون اكيد اخويا انك راه غادي داك الطريق راه كتأدي للحبس، والله في الاخر غادي تولي عاد تدخل راسك بان داك الفكره ديال لبس قدي يواتيني واخا تسرق وتبيع الحشيش ودير اي حاجه على برا باش تاخذ الحوايج وتفرطط وكذا، غتمشي للحبس يعمروك غير قمل وغادي يشيط لك غير الحبس وحياتك غادا تضيع. هذا هو الفيديو ديال اليوم اخوتي، كنتمناه تبارطاجا تبارطاجا مزيان باش يوصل ولاد الناس يعرفوا بان السجن راه لا فائده منه وهذه راه هي الحقيقه، لا سمعتي شي حاجه اخرى خويا راه غير كذوب ولا تيق، انت راه ربي ما فارق الري وصل العقول الا باش كل واحد يدير اللي في راسو، وكنتمناك دير هادشي اللي سمعتي، اغلبنا راه تنحاول نوجه الرساله ديالي للدراري الصغار اخوتي اللي عاد طالعين دابا نجي يقول لك عندهم بشريه المهرسه راه باش غادي باش داير خويا، غتبقى باش غادي باش داير غادي تمشي لواحد البلاصه ما فيهاش باش غادي فيها غير دوره ما فيهاش باش تحرك، تبغي تحرك حداك 30 واحد ما كتبقاش عندك ديك باش غالي ما بقيتيش غادي وليتي باش جالس باش مجمل باش جايع باش مقهور، هذا هو السجن، ومع الاسف الناس اللي تيبقاو في العذاب هما الوالدين، اما الدري راه تيجلس تما صافي راه كتكتب عليه شي ولا مدوز 6 شهور مع قمله تينساجم مع دوك الناس المجملون، ولكن والدين مساكن تيبقاو واع ولدي مسكين ناري حكا ناري هادي ناري هادي، هكا بلا تمشي دير السخط بلا ما يعيق اخوتي والله ما كذب عليكم، المهم ما نطول عليكم هذه راه هي القصه ديال اليوم، ما كرهتش تبارطاج اخوتي البارطاج البارطاج تحياتي لكم.